عد على أصابعك. في فوائد كثيرة، منها هذا ذكر لله، أنت لما تقول رضي الله عنها رضي الله عنه، ذكرت الله ولم تذكر الله؟ ذكرت الله، هذه فائدة ذكر ما شاء الله. اثنان، دعوة الله عز وجل، والدعاء عبادة. إذا قلت رضي الله عنها رضي الله عنه رضي الله عنهما، أنت دعوت الله، فأنت تعبد الله بالترضي على الصحابي أو الصحابية. ثالثا، أنت تدعو لهذا الصحابي، وهذا من باب الإحسان، أن تدعو لأخيك المسلم، فكيف إذا بصحابي أو صحابية؟ والمسلمون يدعو بعضهم لبعض، والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا الإيمان. رابعا، أين هؤلاء الصحابة؟ ماتوا فهم غائبون. فإذا قلت رضي الله عنه ورضي الله عنها ورضي الله عنهما، فإن ملكا موكل يقول آمين ولك مثله، إذا أنت مستفيد، فائدة عظيمة لا تفوت. إذا ذكر الصحابي أن تقول رضي الله عنه، فإنك إذا دعوت له بالرضا فإن ملكا موكل يقول آمين ولك مثله، هذه نعمة عظيمة. خامسا، إذا دعوت للصحابة فإن ذلك يوجب المحبة، كل ما تترضى عنهم ترضى عنهم تحبهم، والمرء مع من؟ مع من أحب. هذه فائدة عظيمة جدا في الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثل ذاك الترحم على العلماء، عاد ما بالك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم وأجل، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وسلم عشرا. فنحرص بارك الله فيكم على أن نترضى على الصحابة وترحم على العلماء وعلى أخواننا المسلمين، وأن نصلي ونسلم وهذا آكد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.